حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بجميع رواياته وطرقه كلها تدل على أنه رضي الله عنه قد شدد على نفسه وكان يصوم الدهر ويختم كل ليلة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأحضره وقال له أنت كذا وكذا؟ قال نعم. فقال له إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزورك عليك حقا للضيف حقا فصم وأفضل ولم أقم وصم من الشهر 3 أيام فإن حسنها بعشر أمثاله ولا كسر النار. هكذا أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويفطر ويقوم وينام، يعني يتهجد بعض الليل وينام، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويختم في كل شهر، لأن هذا أرفق به وبأهل بيته وبضيفه وبجسده. وفي آخر حياته تمنى يكون قبل هذه الرصة، تمنى يكون قبل 3 أيام وأنا تكفيه. فلم يزل بالنبي يقول اللي أطيق أفضل من ذلك، قال صم 20 صم 10 وأفضل 20 إلا أن قال صم يوما وأفضل يوما، صيام داود عليه الصلاة والسلام. ولم يزل يقول له في القرآن حتى قال اقرأه في 7 ولا تسر. هذا يدل على أن الأفضل عدم التكلف، وأن الإنسان يقرأ ما تيسر، يتهجد ما تيسر، ولا يشق على نفسه ولا يهمل ضيفه ولا يهمل أهله، يتحرى نشاطه وقوته. إن صام 3 أيام كل شهر الحمد لله، شق عليه يترك، صام يوم يفطر يوم، صام يوم الاثنين والخميس، كل ذلك لا بأس، يتحرى لما في مشقة ولا يشدد على نفسه. وكذلك في القراءة يختم كل شهر وإن نشط يختم كل 20 كل 10 كل 7، كل هذا فيه خير كثير.